غلوش، عايزك تنزل على اتكا تجيب لي الصيادين والريس غريب في ايد ودنجل في الايد التانية. ماشي، اعتبره حصل. بس ليه يعني يا معلم؟ ايه اللي في راسك؟ من اليوم وطالع يا غلوش انا مش عايز حد يسالني ايه اللي في راسي، لان اللي في راسي محدش هيعرفه، واللي مش عاجبه يفارق من سكات. على ايه؟ ماشي، هاخد عربيتي واروح اصبح هناك من الصبح، وهبعت اجيب الرجاله تسند المكاني هنا. امين، اروح انا عشان الحق. يلا السلام عليكم. وانا هعمل ايه؟ هو فيه يا معلم؟ انا اول مره من زمان مبقاش مطمن وانا جارك. مش انت طول عمرك كان نفسك تبقى فتوه؟ انا هخليك فتوه السوق. ما انت قلتها قبل كده، مفيش حد بيخلي حد فتوه. اذا كان دراعي ما خلانيش فتوه، انت هتخليني؟ هخليك فتوه، وهنركب سوق السمك وهنبقى كباره. اه يعني انت فلتت بالمخدرات مش عشان نمنع اذى عن الناس، عشان تطلع بمصلحه. المصلحه هتعم يا هيثم. معلم، هو انا صحيح تافه وجبان، بس عمري ما اكل لقمه حرام، ودني مش مصدقه اللي سامعه، خصوصا منك انت. وبعدين سوق ايه اللي عايز تركبه؟ يعني احنا خلصنا من حكر شداد والجنتل عشان نحكر احنا على قود الناس؟ اوه اسكت يا هيثم، انت مش فاهم حاجه. ما انا جاي لك عشان تفهمني يا معلم، ان انا نظرتي فيك من الاول غلط، وانك لما اتمكنت قلبت. اتمكنت خلاص، ومحدش يقدر يغير اللي في دماغي. حقي وهرجعه بالطريقه اللي تعجبني، لان الغدر بيا غدر بيا بالطريقه اللي تعجبه. معايا هتشوف الخير كله يا هيثم، مش معايا مش هشوفك اصلا.